السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية شباب. خلال هذا الفيديو راح نستكمل حل الأسئلة الموجودة في نهاية كتاب التصميم الهندسي للطريق. في الفيديو الأول حلينا مجموعة من الأسئلة على موضوع التخطيط الأفقي للطريق. إن شاء الله خلال هذا الفيديو راح نتطرق للأسئلة اللي بتتعلق بالتخطيط الرأسي. قبل ما أبدأ بالأسئلة حابب أراجع معكم موضوع التخطيط الرأسي ونعمل ملخص له. أنا لو بدي أعمل تخطيط رأسي للطريق وحدد المناسيب التصميمية للطريق، لابد أنه يكون عندي بروفايل بوضح المناسيب للأرض الطبيعية للطريق اللي أنا بدي أنشئه. بمعنى لو أنا عندي بروفايل خاص بالطريق بهذا الشكل مثلا، لو كانت عندي طريق بهذا الشكل مناسيب الأرض الطبيعية، محتاج إن أنا أحدد المناسيب للمناسيب التصميمية للطريق. باجي بحاول أحدد مسار الطريق أو منسوب الطريق بحيث يكون متوافق مع مناسيب الأرض الطبيعية، بحيث أحاول على قد ما أقدر أمشي مع منسوب الأرض الطبيعية عشان ما أعملش مشاكل في التنفيذ. بمعنى إذا منسوب الأرض الطبيعية بهذا الشكل، بحاول أحدد الممسات للطريق بهذا الشكل، بمشي مع الأرض الطبيعية على قد ما أقدر. بهذا الشكل أحدد ممسات بتبين لي المسار اللي بحدد مناسيب الطريق، تكون قريبة نوعا ما من منسوب الأرض الطبيعية. طبعا هاي الممسات راح يكون لها ميول، مثلا الخط الأول راح يكون له ميل بسميه G1، طبعا عشان الميل بزيادة راح تكون قيمته بالموجب، هذا الميل بالناقص راح تكون قيمته بالسالب سميته G2، الميل اللي هين راح يكون G3 بالموجب، والميل اللي هين G4 بالسالب. هالحين بعد ما أرسم الممسات، يفترض إنه أربط بين الممسات بمنحنيات دائرية بهذا الشكل. برسم منحنيات بتربط بين الممسات عشان أعمل انتقال تدريجي في الميول بهذا الشكل. طبعا لاحظوا انه بيختلف عن التخطيط الافقي. التخطيط الافقي ما كنتش اقدر انتقل من لاين لمنحنى دائري مباشره، كان عندي حاجه اسمها ترانزيشن كيرف، لكن في التخطيط الراسي انا بنتقل من المماس للمنحنى الدائري مباشره، فيش عندي حاجه اسمها ترانزيشن كيرف. طبعا النقاط، بس حابب انوه ان النقاط اللي بتكون او النقاط التقاطع بين الممسات هي عبارة عن البي في اي، نقاط بنسميها البي في اي. انا عندي النقطة الاولى بسميها بي في اي 1، النقطة الثانية بي في اي 2، النقطة الثالثة بي في اي 3 بهذا الشكل. هالحين مطلوب معي اني ابين العناصر الخاصة بالمنحنى الدائري واحدد المناسيب الخاصة فيه. عشان ندرس هذا الموضوع ناخذ جزئية من أو أحد الكيرفات ونشتغل عليه. مثلا أنا بدي أخذ الكيرف اللي هين على جنب وأشتغل عليه، باجي أكبره عشان أوضح العناصر الخاصة فيه. هاي عندي هنا G1 موجبة وG2 سالبة، وعندي هنا نقطة البي في اي رقم 1، وأنا راح أوصل بين الممسين بمنحنى دائري بهذا الشكل. تمام. العناصر الخاصة بالمنحنى الدائري راح تكون عندي أول شغلة قيمة اسمها الـ H. الـ H هي عبارة عن الراديوس للمنحنى الدائري، سميتها H مش R عشان أفرق بين قيمة الـ R
الرادياس للمنحنى الأفقي الاتش هي عبارة عن الرادياس لكن للمنحنى الرأسي فقط. أنا غيرت المسميات عشان ما لخبطش بين القيمتين. غير قيمة الاتش أو قبل قيمة الاتش طبعا يا شباب التنوه إنه لو كان عندي الكيرف محدد بهذا الشكل زي المثال اللي عندي راح تكون قيمة الاتش سالبة قيمته بالسالب. لو كان عندي الكيرف مقعر زي هذا الكيرف هتكون قيمته موجب. تمام. تاني عنصر اللي هو المسافة الأفقية للترانزيشن للمنحنى الدائري. هاي المسافة بنصفها لنص بنصفها وبسميها تي تي، بمعنى انه المسافة الأفقية للمنحنى الدائري راح تكون قيمته 2 تي، وهي القيمة عبارة عن المسافة الأفقية. الطول للمنحنى الدائري بدي اسميه ال، بالتالي ممكن اقول انه ال تي تقريبا تساوي ال. المسافة الأفقية للمنحنى الدائري تقريبا بدها تساوي طول المنحنى الدائري. فقط فروقات بسيطة لأنه الانحناء مش كبير بالدرجة اللي انتم متخيلينها. تمام. هاي عندي قيمة التي، في عندي آخر اشي قيمة اسمها الاف، هاي مكانها. الاف عبارة عن المسافة العمودية بين نقطة البي في اتش البي في اي او البي في اي، مسافة العمودية بين البي في اي والكيرف. بسقط عمود من نقطة البي في اي بطلع لي هاي المسافة، هاي المسافة بسميها اف. هاي العناصر الخاصة بالمنحنى الرأسي. نيجي لعملية التصميم او القوانين لحساب هاي العناصر. اول شغلة بدي احددها، واحد بدي احدد قيمة الاتش الرادياس للمنحنى. عشان احدد قيمة الاتش في عندي جداول خاصة بقيمة الاتش، بحسب لي قيمة الرادياس للمنحنى الرأسي بناء على السرعة التصميمية وبناء على الكاتيجوري. هاي عندي جدولين. الجدول الاول لو انا قاعد بصمم منحنى رأسي محدب، والجدول الثاني لو قاعد بصمم منحنى رأسي مقعر. بناء على السرعة التصميمية والكاتيجوري للطريق راح اجيب قيمة الاتش. يعني مثلا كانت السرعة التصميمية عندي مثلا 80 كيلو متر والكاتيجوري عندي ايه، بالتالي هتكون الاتش 5000 متر. لاحظ مثلا عندك عند سرعة تصميمية 40 مش معطيك قيمة لكاتيجوري A وكاتيجوري B، لأنه بتعرف إنه كاتيجوري A و B أنت بتحكي عن سرعات، يعني إذا بتتذكروا الليمت كانت السرعات في A أعتقد أكثر من 80 متر، أكثر من 100 كيلو متر، وهنا أعلى من 80 كيلو متر، فمن المستحيل تلاقي سرعة تصميمية 40 موجودة في كاتيجوري A أو B. تمام. من خلال المجدولين اللي هين بنحدد قيمة الاتش. بعد ما حدد قيمة الاتش باجي بحسب العنصر الثاني اللي هو قيمة التي، نصف المسافة الأفقية للمنحنى الرأسي. بيقول لي انه التي بدها تساوي اتش على 2 ضرب جي 2 ناقص جي 1 على 100. الاتش هي عبارة عن الرادياس، ودائما اتذكر لو كان محدب بتعوض في السالب، لو كان مقعر بتعوض بالموجب. وجي 2 وجي 1 عبارة عن الميول، لو كانت 2% مثلا و 3% بتعوض لي عنها ب 2% مش 0.02، لأنه أنا في الآخر هقسم على 100 في القانون، تعوض في الرقم نفسه. طبعا بعد ما أحسب التي لازم تتأكد أنه قيمة التي أكبر من تي مينيموم. قديش تي مينيمم للمنحنى الرأسي؟ في عندي جدول صغير بيحدد لي هذا الشغل. هذا الجدول
بوضح لي قيمة التي مينيمم للطريق. طبعا هو الجدول يا شباب بيحدد لي قيمة 2 تي. الال قلنا احنا الال تقريبا تساوي 2 تي، بالتالي عند لو كان عندي الطريق كاتيجوري ايه هتكون ال 2 تي عبارة عن 2 في، بالتالي قيمة تي هتساوي ال في دي. لو كان كاتيجوري 2 بي هتكون ال 2 تي عبارة عن 2 ضرب بوند 7 8 في دي، بمعنى انه التي هتساوي بوند 7 5 في دي، كذلك كاتيجوري سي. من هين بتأكد انه قيمة التي اكبر او اكبر من قيمة تي مينيموم. بعد ما حدد هاي الشغلة بروح احسب العنصر الاخير اللي هو قيمة الاف، المسافة العمودية من نقطة البي في اي للمنحنى. قيمة الاف بدها تساوي تي تربيع على 2 اتش بهذا الشكل. طبعا لو بدي اعوض عن قيمة تي بالقانون اللي هين بيطلع بصير معي القانون عبارة عن اتش على 8 في جي 2 ناقص جي 1 على مي تربيع لكل تربيع. تمام، بس عوضت بقيمة تي بالقانون. هيك حددت العناصر. بضل الشغلة الأخيرة اللي هي توقيع المنحنى. في معادلة توقيع المنحنى بتقول لي الواي اكس بدها تساوي جي واحد على مية ضرب اكس زائد اكس تربيع على 2 اتش. هيك بقدر أوقع المنحنى من خلال هاي المعادلة. المنحنى بالمعادلة هاي بتحط لي بتعتبر لي انه المحاور هتكون بهذا الشكل، هتكون هاي عند الواي اكسس، هاي نقطة الاصل عند بداية نقطة الاصل بالنسبة للمعادلة هي بداية المنحنى الدائري، وهي الاكس اكسس. تمام، وهي المعادلة بتوقع لي المنحنى كله، يعني لو اخذتها على جنب هذا الشكل، هاي عند الواي، هاي عند الاكس. الاكس عبارة عن المسافة تي، المسافة تكون من صفر لاتنين تي. تمام، طبعا هروح اعوض بحط استيشنات 10 20 30 الى اخره، وبجيب بحسب قيم واي عند ستيشن 10 20 بعوض باكس 10 20 30 وبطلع النقاط الخاصة بالمنحنى، وبروح اوصلها بهذا الشكل بيطلع معايا المنحنى الدائري. لاحظ انه نقطة الاصل هي، راح ارسم ترسم معايا المنحنى الدائري. طبعا هذا الكلام لو كان المنحنى اللي عندي المثال محدد. لو كان عندي المنحنى مقعر هتلاقي قيم الواي كلها طلعت معايا بالسالب، اول نقطة هتطلع صفر، بعد هيك القيم كلها بالسالب، بالتالي هتطلع معايا النقاط بهذا الشكل. وبروح اوصل وبجيب المنحنى المقعر، هذا بيطلع محدب وهذا بيطلع مقعر. تمام، هذا ما يتعلق بتصميم التخطيط او التخطيط الرأسي للطريق. بس بدي انوه لشغله، انه لاحظ انه قيمه الاف توصل بين المسافه العموديه بين البي في اي والمنحنى نقطه على المنحنى. نقطه البي في اي طبعا هاي بتفصل المنحنى لنصين، بتفصل بين مسافه تي وتي، بتقسمه نصين. لكن اللي بدي انوه له انه هاي النقطه مش اعلى نقطه في المنحنى، هاي النقطه مش اعلى نقطه في المنحنى، لانه مثلا ممكن يطلع معي الكيرف بهذا الشكل. يعني لو عندي الممسات بهذا الشكل، او لا خليني اجيب مثال اوضح، ممكن تكون المماس عندي بهذا الشكل. بالتالي المنحنى لما ارسمه برسمه بهذا الشكل. هاي نقطة البي في اي، طبعا هاي المسافة تي، هذه كلها مسافة تي، او هي تحسب رأسيا هاي المسافة تي. لاحظ انه هاي النقطة في منتصف الكيرف لكن مش اعلى نقطة. هاي مثلا النقطة، مثلا هذه النقطة A، هذه النقطة B، النقطة B منسوبها أعلى من منسوب النقطة A، بالتالي النقطة A تعتبرش أعلى نقطة. الحالة الوحيدة ممكن أقول إنه هاي النقطة الأسفل البي في آي أعلى نقطة، الحالة الوحيدة إنه قيمة الجي
واحد تساوي جي اثنين. زي هذا المثال مثلا، لو كانت جي اثنين وجي اثنين سالب اثنين، بقدر اقول انه هاي النقطة هي اعلى نقطة اللي في منتصف الكيرف، هي اعلى نقطة في المنحنى. طب كيف بقدر اجيب اعلى نقطة؟ لو مثلا قال لي حدد لي اعلى نقطة في المنحنى، كيف بقدر احدد مكانها بالضبط بالنسبة يعني مثلا اي مسافة من نقطة الاصل عشان احددها؟ في طبعا انا يعني لو رجعنا شوي للرياضيات، هذا الشكل وانا عندي منحنى زي هيك مثلا، هاي النقطة اعلى نقطة، بما انها اعلى نقطة بناء على المنحنى، موضوع المنحنيات، ولو رجعنا شوي للرياضيات راح تعرف انه المماس لهاي النقطة بده يساوي صفر. مماس هاي النقطة أعلى نقطة بده يساوي صفر. بالتالي المماس بإيش بنعبر عنه؟ أنا لو اشتقيت هاي المعادلة، جبت y داش للإكس، لو اشتقيت هاي المعادلة بتطلع لي معادلة خاصة بالسلوب. لو سويتها بصفر بوجد قيمة إكس اللي عندها بتكون قيمة السلوب بصفر، بطلع قيمة إكس بيقول لي والله إنه أعلى نقطة تبعد مسافة مثلا 1000 متر عن نقطة البداية. هيك بقدر أحدد أعلى نقطة في المنحنى الدائري. ما تاخدوش دائما في بالكم إنه أعلى نقطة بتكون في منتصف المنحنى. زي هذا المثال هي وضحنا لكم إنه في نقاط، جميع النقاط اللي بعد النقطة A تعتبر أعلى منها. تمام؟ هيك ملخص لموضوع التخطيط الأفقي. خلينا الحين ننتقل للأسئلة ونحاول نحلها مع بعض. في عندي أول سؤال في التخطيط الرأسي، اللي هو السؤال اللي سبته في الفيديو السابق، اللي هو سؤال رقم 3. انتقلت مباشرة لسؤال رقم 4 وسبت سؤال رقم 3 لأنه بتكلم عن التخطيط الرأسي. بقول لي الشكل رقم 2 بوضح جزء من التخطيط الرأسي للطريق العلوي، والذي يتكون من منحنى مقعر ثم محدب ثم مقعر. معنى انه عندي هاي الطريق بهذا الشكل، عند النقطة A منحنى مقعر، بعد هيك عندي منحنى محدب بهذا الشكل، بعد هيك عندي منحنى مقعر، ثلاث منحنيات متصلة في بعض. طبعا هاي نهاية الفيديو. تمام؟ بقول لي احسب كل من أنصاف المنحنيات الرأسية، بده الـ HV1. الـ HV1 عبارة عن المنحنى أو الراديوس للمنحنى الأول، وبده HV2 للمنحنى الثاني المحدب، و HV3. تمام؟ وذلك بالاستعانة بالمعلومات التالية، أعطاني إنه نص V1 بده يساوي، أو نص H1 بده يساوي H2 بده يساوي 1.5 H3. علاقة بتربط بين الراديوس لكل منحنى رأسي. كذلك بقول لي المسافة، المسافة BM، هاي النقطة B وهي النقطة M، المسافة هاي الأفقية BM 280 متر، والمنحنيات المقعرة والمحدبة مرتبطة ببعضها مباشرة بدون خط مستقيم، كلها متصلات في بعض، فيش بيناتهم خط مستقيم. طيب كيف ممكن أستفيد بالمعلومة إنه الـ BM بدها تساوي 200؟ طبعا هذا شباب ما حدش يقول لي نروح على الجدول نروح نجيب قيمة الـ H1 والـ H2 والـ H3. أنا عندي هين تصميم جاهز، هو اختار الـ H، وأنا الحين بدي أوجد الـ H اللي اعتمد. أساسا مش معطيني في السؤال سرعة تصميمية ولا كاتيجوري على أساس أروح أجيب قيمة H. أنا عندي تصميم جاهز بدي أشوف القيم اللي استخدمها. هو معطيني من المعطيات إنه الـ LBM 280. طب إيش هي الـ LBM؟ لاحظ إنه هي المسافة من منتصف المنحنى الأول إلى منتصف المنحنى الثاني.
المنحنى الأول المسافات فيه عندي تي واحد تي اثنين، بعد هيك بروح على المنحنى الثاني بسميه تي ثلاثة أو تي واحد تي واحد، هنا تي اثنين والمسافة هذه تي اثنين، وهنا تي ثلاثة تي ثلاثة. بمعنى إنه المسافة الـ LBM عبارة عن المسافة تي واحد، المسافة الأفقية للمنحنى الأول نصف المسافة، بعد هيك نص المسافة للمنحنى الثاني. بمعنى إنه الـ LBM بدها تساوي تي واحد زائد تي اثنين، وهي فكرة المطلوب إنه المسافة بتربط بين منتصف المنحنى الدائري الأول ومنتصف المنحنى الدائري الثاني. نيجي الحين بناء على هاي الشغلة مطلوب الأول عندي تي واحد زائد تي اثنين بده يساوي المسافة الـ LBM معطيني إياها 280 متر، تمام؟ نيجي طب ايش ايش التي واحد؟ التي واحد قانونها قلنا هاي، نرجع للقانون انا مش حافظهم عشان هيك بدي اخلي هاي الورقه جنبي. عندي قيمه التي عباره عن الاتش على 2 في ضرب جي 2 ناقص جي 1 على 2، بمعنى انه تي واحد راح تكون اتش واحد عشان افرق ضرب جي 2 جي 2 لا طبعا بالنسبه للمنحنى الاول جي واحد هي 1.5، جي 2 اللي هي الأربعة لأنه هاي المماس بهذا الشكل، هاي المماس عندي، هاي المماس الأول وهاي المماس الثاني بهذا الشكل، عندي جي 1 1.5 جي 2 4، وقلنا بنعوض عنهم مش كخانات عشرية، بعوض عنهم كقيمة زي ما هي. عندي جي 1 طبعا يا شباب ما تنسوش موضوع السالب، أنا عندي جي 1 بتزايد بالتالي راح تكون قيمته موجبة 4، كذلك عندي الجي واحد أو الجي اثنين 4، جي واحد كذلك بتزايد فهتكون قيمته برضو موجبة، أو لا هو مش بتزايد هو بتناقص، يعني أقول بتزايد ولا بتناقص، لا بتزايد على فكرة بتزايد، هاي لاحظ إنه يعني مبين عليه إنه تزايدي، كذلك جي 2 تزايد وبالتالي موجب موجب. نرجع للقانون، انا عندي جي 2 4 ناقص جي 1 موجب 1.5 سالب هذا من القانون على 100، هذا بالنسبه لتي 1. تي 2 طبعا هذا الكلام كله عباره عن تي 1 زائد تي 2 هتكون عباره عن الاتش 2، طبعا اتش واحد يا شباب مقعر حطيته موجب، اتش اثنين محدب فتكون سالب على اثنين ضرب الحين جي واحد وجي اثنين بالنسبة انا بحكي الحين قاعد بحسب تي اثنين، قاعد بحسب تي اثنين بالنسبة للمنحنى الثاني، جي واحد بالنسبة إلها 4% وجي اثنين 1.5%، بشتغل انا حسب الكيرف اللي قاعد بتعامل معه. عندي بالنسبه للكيرف او الكيرف رقم 2 جي 1 هي عباره عن 4% جي 2 1.5%، طبعا هين موجب هين مبين انه سالب، بمعنى انه جي 2 هتكون سالب 1.5 ناقص جي 2 او جي 1 هتكون 4% 4 بالموجب على 100. هذا الكلام تي 1 هذه عبارة عن تي واحد هذه تي اثنين كله على بعضه بده يساوي المسافة الـ LBM 280 متر، تمام؟ هاي جبت علاقة في عندي اتش واحد واتش اثنين معادلة بمجهولين، محتاج معادلة تانية عشان اجيب اتش واحد واتش اثنين. هو معطيني في السؤال علاقة بتربط بين الكيرف بين الرادياس، بيقول لي انه 1.5 اتش واحد بدها تساوي اتش اثنين، بمعنى انه المعادلة الثانية راح اقول انه 1.5 اتش واحد بدها تساوي اتش اثنين، طبعا اتش واحد خليني اقول اتش واحد موجبة اتش اثنين سالب عشان انا صرت حاطط السالب هنا، بتساوي سالب اتش اثنين لانه هذه محدبة وهذه مقعرة، هاي عندي معادلة
معادلتين، بقدر أحل المعادلتين بطلع قيمة اتش واحد تطلع معايا 5600 متر، وبوجد اتش اثنين كذلك من المعادلة بتطلع سالب 8400، سالب لأنها مقعر ونحن مقعر. طبعا بضل عندي اتش ثلاثة، اتش ثلاثة معطيني من العلاقة اتش ثلاثة وينها؟ اتش ثلاثة واحد ونص، اتش واحد يساوي واحد ونص اتش ثلاثة، بمعنى انه اتش واحد بدها تساوي اتش ثلاثة، اتش ثلاثة بدها تساوي اتش واحد، بالتالي هتكون 5600 متر. هيك جبنا المطلوب الاول اللي هو انصاف الاقطار للمنحنيات الرأسية. شوف المطلوب الثاني. المطلوب الثاني بيقول لي احسب ارتفاع كل من النقطة 1 و 2 و 3 اللواتي يقعن في منتصف المنحنيات. وين هاي النقاط؟ أنا خربشت شوية على الرسمة، مش عارف هتكون واضحة معك ولا لا. خلينا نسكر كلها. عند النقطة رقم 1 هيها تقع في منتصف المنحنى. النقطة، خلينا نقطة نقطة نمشي. النقطة رقم 1 تقع في منتصف المنحنى هيها. لاحظ انه معطيني منسوب النقطة B. النقطة B عبارة عن نقطة التقاطع، نقطة الـ BVI 1 معطيني منسوبها 110.8. كيف ممكن استغلها اني اوجد منسوب النقطة 1؟ قبل شوية تكلمنا طبعا نفس الاشي، سواء عملت هيك ولا عملت هيك، خليني هيك زي هيك. هو معطيني نقطة الـ BVI قديش منسوبها، تمام؟ هاي معطيني منسوبها في السؤال 110، بده النقطة هاي. أنا لو جبت المسافة F، المسافة العمودية بين الـ BVI والمنحنى، بقدر أجيب النقطة اللي على المنحنى. بقول إنه منسوب الـ BVI ناقص النقطة F، بجيب منسوب النقطة هاي زائد، لأنها أعلى، منسوب الـ BVI زائد الـ F، بجيب منسوب النقطة التي تقع في منتصف المنحنى الرأسي، تمام؟ هاي الآلية اللي راح نتبعها في حساب المنسوب للنقطة التي تقع في منتصف المنحنى الرأسي. فهذه الآلية، شوف كيف نطبق هذا الكلام. هالحين أنا راح أشتغل على قيمة F الخاصة بالمنحنى الأول، يعني كل الحين لو حكيت عن قيمة H، قيمة T، قاعد يعني بتكلم عن القيم الخاصة بالمنحنى الأول، تمام؟ نيجي نشوف قيمة الـ F. هذا المطلوب رقم B، اف واحد بالمنحنى الاول بدها تساوي، طبعا قانون، خلينا نرجع للقانون. الاف تي تربيع على 2 اتش، وهي نفسها اتش على 8 في جي 2 ناقص جي 1 على 100. عوض في القانون الاتش، طبعا انا بحكي الحين عن المنحنى الاول، الاتش 5600 محدب مقعر، بالتالي قيمة موجبة على 8 جي 2 بالنسبة للمنحنى الاول 4% بالموجب ناقص جي 1 برضو 1.5 بالموجب متزايد على 100، تمام؟ هيك بتطلع قيمة الاف 1.4375 متر. جبت المسافة F، أنا خلينا أوضح هالشغلة هيك بالرسم. هاي النقطة كانت كالتالي، وهي المنحنى، هاي النقطة 1، وهي النقطة B في السؤال، معطيني منسوب B 110.8. أوجدت المسافة F بدها تساوي 0.4375 متر. بالتالي منسوب النقطة 1 بدها تساوي 110.8 زائد المسافة F، تطلع معي منسوب النقطة 1. بقول بهذا الشكل، الاتش واحد ارتفاع النقطة 1 بدها تساوي 110.8
0.8 زائد 0.4375 بدها تساوي 111.2375 متر. جبت منسوب النقطة رقم 1، أروح الحين على النقطة رقم 2، بلاقي كذلك النقطة رقم 2 تقع في منتصف المنحنى. عندي البي في اي رقم 2 النقطة اس منسوبها 122، بالتالي لو أوجدت المسافة اف، المسافة اف بين نقطة التقاطع وبين المنحنى، بوجد منسوب النقطة رقم 2 بهذا الشكل. لنعمل لها تكبير، أنا عندي النقطة S وهي عندي المنحنى بهذا الشكل. هاي المسافة طبعا هاي المسافة كانت عبارة عن F1، هاي المسافة بدها تكون F2. لو أوجدتها منسوب الـ S ما أعطيني إياه في السؤال 122 متر. بالتالي لو أوجدت هذه النقطة رقم 2، لو أوجدت جبت الـ F، بقدر أقول 122 ناقص، لأن أنا بنزل، ناقص F2 بطلع منسوب النقطة رقم 2. باجي بحسب بهذا الشكل، بقول F2 بدها تساوي الـ H. طبعا الحين أنا شباب قاعد بتكلم عن الكيرف رقم 2، بمعنى لو جبت سيرة H G2 G3 بحكي عن كيرف رقم 2. كيرف رقم 2 طلعت له الـ H سالب 8400 لأنه محدب أو مقعر، لا محدب ولا مقعر، محدب، محدب على 8 ضرب G2. G2 بالنسبة للمنحنى الثاني عبارة عن 1.5 لكن بالسالب لأنه متناقص، سالب 1.5 ناقص G1.4 بالموجب على 100، تطلع معايا قيمة الـ F 2.625 متر. بالتالي الحين منسوب النقطة H2 بدها تساوي منسوب الـ S 122 ناقص قيمة الـ F 2.625، تطلع منسوبها 119.375 متر بهذا الشكل. هيك أوجدت منسوب النقطة رقم 2. المطلوب بعد هيك بده إياني أجيب النقطة رقم 3. النقطة رقم 3 هيها نفس الألية، مقعر، عندي منسوب النقطة E. لو جبت قيمة F3 بقدر أجيب منسوب النقطة رقم 3. هاي طبعا هاي بديش أقعد أكرر خطوات. بالنسبة توجد لي F3 تساوي، بتجيب لي H3 توجد لي إياها، عندي هتكون الرسمة بهذا الشكل. لا هي محدبة، عندي هنا النقطة E منسوبها 119.2 متر، وعندي النقطة رقم 3 مطلوب منك تحسب لي قيمة الـ F3 وبتقول لي بعدها انه H3 ناقص تساوي الـ 119.2 زائد المسافة F3 بهذا الشكل، وتطلع لي المنسوب. هاي راح اسيبها لك. تمام، خلصنا المطلوب الثاني، بروح على المطلوب الثالث. المطلوب الثالث واللي اوجد ارتفاع اعلى نقطة في المنحنى المحدب. انا عندي المنحنى المحدب هو اللي في النص، بده ارتفاع اعلى نقطة، وهذا الموضوع اللي كنت اتكلم عنه قبل شوي في الشق النظري بالتخطيط الرأسي. اقصى ارتفاع ما حدش يعني يحط في باله انه اقصى ارتفاع راح يكون في منتصف في الكيرف، على طول يقول لي على مسافة تي ووجد لي مسافته. لا، أقصى نقطة طبعا لو أنا شفت أنه جي 2 4% وجي 3 4% مباشرة بقول لك هي تقع في منتصف،
أما إذا اختلاف في الجي لا تقع في المنتصف، ممكن تروح على الشمال أو ممكن تروح على اليمين. عشان أوجد أقصى، أو بدي أوجد أقصى أعلى نقطة في المنحنى المحدب، هي النقطة اللي بيكون عندها السلوب بصفر. السلوب بصفر معناها إنه معادلة التوقيع أو معادلة حساب الإليفيشن، المعادلة هيها هذا الشكل، الواي إكس بدها تساوي جي واحد على 100 إكس زائد إكس تربيع على 2 إنش. هاي المعادلة الخاصة بالتوقيع بتحدد لي المنسوب عند النقطة. لو اشتقيت هاي المعادلة بتحدد لي قيم السلوب، السلوب تعرف هو عبارة عن المشتقة الأولى. لو سويتها بصفر بطلع أعلى نقطة في المنحنى، بجيب قيمة X لأعلى نقطة، بتعرفوا أنه أعلى نقطة بيكون عندها السلوب بصفر. بجيب المشتقة YX داش، بشتق هاي المعادلة، أو قبل خلينا أعوض في المعادلة. جي واحد بالنسبة للمحدب عبارة عن 4%، 4 على 100 في إكس زائد إكس تربيع على 2، الأتش للمحدب اللي هو أتش 2 سالب 8400، سالب 8400 متر. تمام، نشتق هذه المعادلة واي شرطة للإكس، بصير عندي 400.04 زائد اشتقت الإكس، بطير عندي الاثنين، بصير عندي إكس الاثنين بتروح مع الاثنين، بضل عندي طبعا السالب بطلعه، بصير هذه سالبة إكس على 8400. هاي هي عبارة عن المشتقة الأولى. عشان بنقول أعلى نقطة السلوب بساوي صفر، بالتالي بقول 0.04 ناقص إكس على 8400 بدها تساوي بصفر. بجيب قيمة الإكس اللي بيكون عندها السلوب بصفر أو أعلى نقطة، تطلع إكس 336 متر. تمام، الحين المسافة هاي يا شباب من وين مقاسة؟ مقاسة من بداية المنحنى، لأنه بتعرفوا إحنا المحاور للمعادلة هيها، وين بيبدأ المنحنى المحدب؟ هي الواي وهي الإكس. تمام، هي الواي وهي الإكس. الحين هو بده، هو أصلا إيش طالب في السؤال؟ بده الارتفاع. عشان أوجد الارتفاع أنا جبت المسافة للنقطة، مكان النقطة أعلى نقطة، طلعت مكانها بالنسبة للمحاور الإكس والواي. هالحين عند هاي النقطة بروح أعوض في المعادلة الخاصة بالتوقيع، وبجيب أقصى ارتفاع، بجيب الإليفيشن إلها. بمعنى هاي عندي المعادلة الخاصة بالتوقيع، هيها بعوض بإكس بالمسافة الخاصة بأعلى نقطة، بجيب ارتفاعها، بقول انه الواي بدها تساوي طبعا عند النقطة اكس، عند اكس تساوي 3336، بقول انه الواي تساوي قلنا جي واحد على 100 4 على 100 ضرب او 4 على 100 قيمة الاكس 336 ناقص اكس 2 336 تربيع او اكس تربيع 2 ضرب الاتش، طبعا تنسوش انه الاتش سالب بهذا الشكل، تطلع معايا قيمة الواي. ثواني خلينا احسب لانه هذا القيمة مش متأكد منها، ضرب 3 3 6.03 ضرب 3 3 6 ناقص 3 3 6 تربيع 2 ضرب سالب 8 4 0 0
لا في مشكلة. في مشكلة ثواني. مظبوط. الحين هذا السالب، انا هذه موجب مش سالب، تمام هيك صح، هيك بتطلع 6.7 للمتر، تمام هذه موجب، هاي قانون بالموجب، تمام. هيك جبنا منسوب اعلى نقطة، لكن برضو ما جبناش احنا المنسوب، احنا جبنا منسوبها بالنسبة لنقطة الأصل. يعني جبت الارتفاع من نقطة، يعني هي بهذا الشكل المنحنى عندي جاي زي هيك، هاي النقطة، هذا الكيرف الأول، خلينا أحدده بلون تاني، وجاب لي المسافة هاي، نعتبر إنه هاي أعلى نقطة، هاي عند المحاور الواي، وهي الإكس، جاب لي مثلا هذه أعلى نقطة عند مسافة إكس 336، جاب لي الارتفاع هذا، هاي المسافة، تمام، جاب لي المسافة هاي من نقطة الأصل. لكن الإليفيشن كمنسوب أنا بدي أشوف قديش منسوب هاي النقطة، نقطة البداية، وأجمع عليها المنسوب 6.72. الإليفيشن لهي النقطة أنا معتبرها الحين عشان إكس واي معتبرها منسوبة 0.0، أما هي لها منسوب حقيقي بناء على المعطيات، لها منسوب حقيقي، بجمع عليه قيمة 6.72، بجيب المنسوب الحقيقي للنقطة، لأعلى نقطة. منسوب أول النقطة هاي اللي هي النقطة سي، كيف أجيبها؟ أنا عندي منسوب مثلا النقطة بي، أنا عندي منسوب النقطة بي من خلال قيمة الميل، بقدر أجيب منسوب النقطة سي، لأنه هي جاية زي هيك، الخط جاي زي هيك، أنا عندي النقطة بي، وهي عندي النقطة، هذا 4% جي، وعندي النقطة سي هنا، تمام. طبعا على نظام السلوب أنا عندي هاي النقطة ب 110.8 متر، بالتالي منسوب سي راح تكون عبارة عن السي أو الإليفيشن للسي بدها تساوي 110.8 ضرب السلوب في المسافة، 4/100 في المسافة هاي. طب المسافة هاي قديش؟ احنا بنعرف انه المسافة بين البي والتي هي عبارة عن تي واحد من منتصف المنحنى الاول لنهاية المنحنى او بداية المنحنى الثاني، هاي المسافة عبارة عن تي واحد، بمعنى انه المسافة الافقية هتكون عبارة عن تي واحد. بالتالي النقطة سي بقول الاتش للسي راح تكون عبارة عن 110.8 ضرب 4/100 في التي واحد. قديش تي واحد؟ أنا جبتها من هين؟ لا أنا لسه ما حسبتهاش. التي واحد راح تكون عبارة عن الاتش 1/2 ضرب 4 ناقص 1.5 على 100، أقول هين عجنب التي واحد بدها تساوي 5600/2 ضرب جي 2 ثواني، تمام، عندي 4 ناقص 1.5 على 100، بطلع تي واحد، تطلع معايا تي واحد 70 متر. تأكد بس من الرقم، سبعين متر، تمام. طبعا بتصير الليفيشن للسي 110.8 ضرب 4/100 ضرب 70، تطلع الليفيشن للسي، هو انا مش برضه الليفيشن للسي 110.8 ضرب 0.04 ضرب 70 تطلع 310.24. جبت الإليفيشن للنقطة سي 310.24، بالتالي إن أعلى نقطة الـ H max بدها تساوي 310.24
زائد الإليفيشن اللي أنا حسبته عن نقطة الأصل اللي هو 6.72، تطلع الإليفيشن النهائي. أو لا، في عندي مشكلة هنا، مش 300. هين 113، هين بطلع 113 متر، وهين 113.6، هين 113.6، بطلع الإليفيشن 120.32 متر. هاي لأعلى منسوب للنقطة. تمام، هيك بنكون حلينا هذا السؤال. ننتقل الحين بشكل سريع للسؤال رقم 5. سؤال رقم 4 حليناه في الفيديو السابق تخطيط افقي. نروح للسؤال اللي بعده. السؤال رقم 5 خلينا نحله بشكل سريع عشان اخذ معنا وقت. السؤال رقم 3 بيقول لي الشكل رقم 4 بوضح التخطيط الرئيسي vertical alignment لطريق ما. احسب انصاف اقطار المنحنيات الرأسية علما بان جميعها متساوية. معطيني تخطيط رأسي، هي عندي، خلينا احدد مجموعة من المنحنيات. عند المنحنى الاول، هي الثالث، وبينهم منحنى تالي هذا الشكل. بس ايش، خليني اكون دقيق نوعا ما. ثلاث منحنيات بهذا الشكل. بيقول لي انه انصاف اقطارهم متساويه، نصف القطر يعني اتش واحد يساوي اتش اثنين يساوي اتش ثلاثه، وبده احسب انصاف الاقطار. فيش عندي اي معطيات، لكن المعطى الوحيد اللي هو المسافه هاي. المسافه هاي لو طلعت فيها منيح راح تكون عباره عن المسافه الافقيه للمنحنى الاول والثاني والثالث، بمعنى انه المسافه هاي عباره عن 2t1 زائد 2t3 2 زائد 2t3، بمعنى انه تي واحد زائد تي اثنين زائد تي ثلاثة بدها تساوي نص المسافة 3300 هذا الشكل. شايفين عندي هاي المسافة تي واحد اثنين تي اثنين تي واحد اثنين تي اثنين تي ثلاثة، نص المسافة تي واحد تي اثنين تي ثلاثة من أول أول كيرف لآخر كيرف. من خلال هاي المعادلة لو أجيت بنفس الآلية للسؤال السابق، عندي القانون الخاص بالتي. طبعا هو قال لي انه الاتش واحد تساوي اتش اثنين يساوي، هاي عندي بدي اقول عندي معادلة ثانية انه اتش واحد تساوي اتش اثنين يساوي اتش ثلاثة، الانصاف الاقطار للثلاث كيرفات متساوية، بدي اسميهم كلهم اتش. تمام، بالتالي لو جيت احسب تي واحد، التي واحد ايش القانون؟ بشكل سريع، التي واحد بدها تساوي اتش على اثنين ضرب جي اثنين، مش عارف مبين عندكم في السؤال ولا لا، جي اثنين اثنين ونص بالسالب، ناقص اربعة بالموجب على مية. تمام؟ هذا الكلام تي واحد خاص بالكيرف الاول، اخذت جي واحد وجي اثنين من هين. تمام، والاتش قلنا انها متساويه في كل الكيرفات، زائد تي 2 عندي اتش على 2 ضرب عندي بالنسبه للكيرف الثاني 2 جي 2 2 وجي 1 2.5، هذه بالموجب هذه بالسالب ضرب موجب 2 2 ناقص 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 مع ناقص ناقص او موجب ناقص 2.5 على 100 زائد اتش 3 او تي 3 عباره عن اتش
على 2 ضرب طبعا كيرف رقم 3، لاحظوا عندي 3 في 3.5 بالموجب و2 بالسالب، عندي 3.5 بالسالب وعندي ناقص 2 بالموجب على 100. لاحظ طبعا هذا الكلام كله اتش 1 اتش تي 1 تي 2 تي 3 بده يساوي طبعا هين على 2، انا ناسي نص المسافه، تمام، هذا كله بده يساوي 3300 على 2 معادله مجهول اللي هو قيمه اتش. طلع قيمه اتش بتطلع معي 20000 متر بهذا الشكل، تمام، هيك اوجدت قيمه الاتش. بروح على المطلوب الثاني، بيقول لي احسب منسوب النقطه بي علما بان المنسوب عند النقطه ايه يساوي 10 متر. هاي النقطة ايه معطيني منسوبها 10 متر وبده المنسوب عند النقطة بي، تمام، عشان اجيبها بتعرفوا معادلة التوقيع هين عندي هيك عندي واي وهيك عندي، طبعا هو مش بالشكل اللي انا عامله، هين عندي اكس، عشان اجيب منسوب هاي النقطة عبارة عن منسوب الايه زائد طبعا المنسوب فرق المنسوب بقدر اجيبه من المعادله، بعوض عن ستيشن بقيمه الستيشن، ثواني، بعوض بقيمه ستيشن 2 تي 1 نهايه الكيرف. بروح بقول عندي طبعا هذا مطلوب ايه او 1، هذا مطلوب رقم 2، بقول منسوب النقطة بالنسبة للمحور، منسوب النقطة بالنسبة للمحور، طبعا انا راسم يا شباب هو اصلا هو راسم غلط، يعني المفروض هذه النقطة اعلى، المفروض الرسم دقيق نوعا ما بس مش دقيق الرسم. بقدر اجيب منسوب النقطة، عشان اجيب المنسوب النقطة قبل بدي اجيب تي واحد، تي واحد هيها اللي هي الاتش 20000 على 2 ضرب سالب 2.5 ناقص 4 على 100 تطلع معي 650 متر. هالحين بروح اجيب عند بعوض في المعادله تبعت التوقيع، عند 2 تي 2 ضرب 6050 تطلع عندي القانون تبع التوقيع وينه هيو، عندي جي 1 بالنسبه للكيرف 4% ضرب الاكس 2 ضرب 650 زائد اكس تربيع 2 ضرب 650 تربيع على 2 اتش 2 ضرب 20000 تطلع معايا قيمة او ارتفاع النقطة ب عن نقطة الاصل 9.75 متر. بالتالي منسوبها الاتش للبي بده يساوي الاتش للاي اللي هي 10 متر زائد 9.765، 10 زائد 9.65 بيطلع منسوبها 19.75. لاحظ ان النقطة اي اعلى من النقطة بي اعلى من النقطة اي بحوالي 9 متر وشوية، فلاحظ انه في مشكلة في الرسم هنا، تمام، او في عندي طريقة اسهل يا شباب. يعني انا ليش مغلب حالي ومعادلات وهيك، انا عندي منسوب النقطة A، قديش منسوب هاي النقطة؟ عندي منسوب هاي النقطة هتكون عبارة، منسوب هاي النقطة عبارة عن 10 متر النقطة هذه زائد السلوب 0.04 في المسافة T، بجيب منسوب هاي النقطة ضرب T طلعنا 150، تمام، بطلع منسوبها بيطلع معايا، خليني احسبها على السريع من الحاسب راحت، هاي عندي 10 زائد 0.04 ضرب 750 بيطلع 63 متر. جبت منسوب النقطة هذه، بجيب منسوب النقطة هذه عبارة عن 63 ناقص 2.5% ضرب برضه المسافة تي 650، بعمل نقل للمنسوب من هين لهين بعدين من هين لهين، بيطلع معايا
القيمة 19.75 نفس القيمة. يا بتعتمد الطريقة هذه يا بتعتمد الطريقة هذه تصل لنفس الحل. خلينا نكتفي بهذا القدر، وبضل عندنا 3 أسئلة بنحلها في الفيديو الأخير. بيعطيكم العافية.